يعلن الديوان الملكي ان حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه عاهل البلاد المفدى سيغادر ارض الوطن بحفظ الله ورعايته يوم غدنا الاحد الموافق للسابع من شهر فبراير الجاري متوجها الى مدينه سوتشي الروسيه في زياره رسميه لروسيا الاتحاديه الصديقه يلتقي خلالها مع فخامه الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحاديه حيث يجري جلالته مباحثات مع فخامته تتناول علاقات الصداقه والتعاون الوطيده القائمه بين البلدين والشعبين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها في كافه المجالات اضافه الى اخر التطورات والمستجدات الراهنه على الساحتين الاقليميه والدوليه رافقت جلاله الملك المفدى السلامه في الحل والترحال